سبحانه وتعالى قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قالوا ما لهم فيهما من شرك، ما عندهم حاجة مع الله، ولا بشاركوا الله في أرض ولا في سماء، وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من ظهير، يعني ما معاونين الله ولا مظاهرين الله في حاجة. ثاني حاجة نمرة أربعة، لا مالك لا شريك ولا معاون ممكن يكون شافع. الله قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. والله سبحانه وتعالى جاب لك آية ثانية ويوضح لك فيها الناس اللي بينادوا غير الله وينادوا أصحاب الجباب وأصحاب الأضرحة. سبحان الله، قال إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قال لك قطمير ما عندهم، القطمير قال العلماء هي اللفافة البيضاء حول نواة التمرة. قال لك دي ما عندهم، ده اللي ينفعوك يدوك ذرية يستجيبوا لك دعاك. أي زول عنده حاجة يمشي للفكي ويمشي للشيخ في القبة، داير ينجح يمشي للشيخ، داير ولد يمشي للشيخ، داير عمل يمشي للشيخ. يا أخي تدعو الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله سبحانه وتعالى قريب ويجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عشان ما يجي يقول لك دل يا مولانا دل كانوا زمان بنادوا الصالحين بنادوا الصالحين بنادوا الأصنام وكذا والسماف. لا لا سفي، ما سمعت زول بيقول بناديهم في 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 التلفزيونات في الروادي، قال بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، قال حيين ميتين بناديهم. خلونا نحكم على الكلام ده بنفسكم، كلام ده شرك ولا ما شرك؟ بنقض القرآن ولا بنقضه؟ بنقض السنة ولا بناقضه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. واحد يقول لك السادة السادة أنا عبد لكم نادى، ويقول لك إنا بخضم في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. يخلوك تنادي الأولياء والصالحين وتخلي الله. والله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام صغير فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله. بعد ده طيب في واحدين يجيبوا لك شبهات، أنا ما أطول على الناس لكن في شبهات بسيطة. يقول لك يا مولانا نحن موحدين، تكلمونا ليه طوالي في الشرك وفي التوحيد؟ إبراهيم عليه السلام حارب قومه في 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 الشرك وفي عقائد المشركين. بعد الحرب ده كله الله سبحانه وتعالى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، والله سبحانه وتعالى زكاه قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله قال عنه ما كان من المشركين. ثاني شوف جا ذكره قال شنو؟ قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. التوحيد لا بد يذكر لأكثر ناس صالحين، يذكر لهم التوحيد عشان ما يتخيل واحد انه التوحيد ده الا تمشي هناك الناس المشركين وكذا. لا، الناس الكويسين دارين توحيد والناس الكعبين دارين توحيد اكثر. سبحان الله، ابراهيم عليه السلام كان دعوته للتوحيد واضحه، والدعوه لابد تكون واضحه. الله سبحانه وتعالى قال ولقد اتينا ابراهيم رشده وكنا به عالمين اذ قال ابراهيم لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. طوالي ناقشهم في عقائدهم، قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. وفي سورة الأنبياء إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال لي يا أبوي أنت وقومك في ضلال مبين. وتاني من الحاجات اللي بيجيبوها لك يقول لك يا مولانا يا هو نفس الموضوع إنه يقول لك أنتم بتتكلموا في التوحيد كثير. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. في زول موحد اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله ذكره بالتوحيد. اخوانا الناس محتاجه لتوحيد، حتى الموحدين يحتاجون الى توحيد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.